والسلام على أشرف المرسلين. فقط ملاحظة، ندعو الإخوة والأخوات الالتزام بأماكنهم للسماح لنا بالانطلاق في الأشغال. نشكركم مرة أخرى لحضوركم معنا اليوم في لإثراء هذه الجلسات المتعلقة بتنمية اقتصاد المعرفة في الجزائر، التي هي من فكرة الوزارة المنتدبة لاقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة تحت سلطة الوزير الأول، وكذلك من تنظيم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللي اشتغل عبر الزمن منذ سنة 2004 بالتدقيق على موضوع اقتصاد المعرفة. إذن لا يمكن إضافة أمور أخرى من غير تلك التي وردت في كلمة السيد رئيس الجمهورية حول هذا المشروع الطموح، والذي يرقى هدفه الرقي بالاقتصاد الوطني إلى وضع أفضل، وكذلك التكييف مع كل ما هو مستجد دولي في الميدان. فكرتنا والتي تقسمناها مع السيد الوزير الأول والحكومة عموما هي ضرورة الانطلاق في إرساء دعائم اقتصاد معرفة حديث مبني على تنمية وظيفة البحث والتنمية في المؤسسة الاقتصادية، بالخصوص المنتجة في كافة القطاعات: صناعة، خدمات، فلاحة، وكل ما هو متعلق بالثورة التكنولوجية الحديثة. هذا من جهة. من جهة أخرى هو توفير البيئة الخصبة والملائمة لتنمية اقتصاد المعرفة في البلد، لأنه لا يخفى على أحد أنه لتنمية وظيفة معينة، وظيفة اقتصادية واجتماعية في بلد معين، لازم لنا الإيكوسيستم. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في هذا الخصوص ومساهمته اليوم في الجلسات تتمحور حول توفير هذا الإيكوسيستم، اللي هو عندنا دائما بذوره الحقيقية، اللي هي المادة رأس المال البشري والذكاء الوطني، وكذلك كل ما هو باتريمون ناسيونال ان تيرم دو ديكيبمون دوتي الى اخره دانسترومون. وكذلك تعرفوا ان اقتصاد، اي اقتصاد يحكمه عاملين اساسيين هو راس المال والتكنولوجيا، ولا يخفى على احد انهم هما المحددين الرئيسيين، ان لم اقل حاسمين في عمليه بناء هذه المنظومه. اذن بدون إطالة نسمح فقط لغرض تنظيمي، عندنا دو بلينيير أستاذ معروف جزائري أستاذ جفلات راح يقوم بمداخلة حول تنمية هكذا شبكات للإبداع والابتكار، وكذلك تنمية وظيفة البحث والتنمية في الجزائر. معروف أكثر من 20 سنة خبرة في الميدان، في الشبكات الدولية، في الشبكات عبر البحر الأبيض المتوسط، وكذلك لا ننسى دعم مختلف الخبراء للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي دعاهم اليوم. دعينا أكبر عدد ممكن من رؤساء المؤسسات وممثلي الشعب الاقتصادية من شعب تجارية صناعية إلى آخره، وأنتم مشكورين على حضوركم اليوم. يبقى دائما هذا اليوم ويوم غد أيضا يبقى فضاء للتشاور والحوار حول ورق الطريق. احنا مطلوب منا ان نخرجوا اليوم من خلال هذه الجلسات بورق الطريق حقيقيه لتنميه اقتصاد المعرفه، بدون اي بين قوسين ديماغوجيه في الميدان، او لا يمكن ان ننطلق من وضع حقيقي، حتى وان هذا الوضع الحقيقي يعاني من مشاكل موضوعيه من ناحيه مثلا التمويل، من ناحيه الادوبسيون دي تكنولوجي، من ناحيه تسهيل تسجيل براءة الاختراع، من ناحيه الاهتمام بالملكيه الصناعيه والفكريه وحقوق المؤلف، من ناحيه دعم المفكرين لي زانفونتور
كلها الميدان إذن في خلال يومين هذو مفتوح لإثراء ذلك النقاش. هدفنا أنه في مرحلة أولى تكون العملية استكشافية لكافة السبل والوسائل لتحقيق ذلك إكسبلوغاتوار، وباش تخرج بورق الطريق للحكومة يمكن أنه تتنفذ بطريقة عملية فيما بعد. احنا قدمنا من خلال المجلس عدة توصيات حقيقية تخص العمل ما بين القطاعات، لأنه المشكل اللي يطرح دائما هو الانترسيكتوريالتي ولا ترانسفيرساليتي دي دوسي. لي دوسي معروفين، اختصار المعرفة هو ملف ترانسفيرسال عرضي يخص كافة هيئة الدولة بما فيها الإدارة المركزية الممثلة في الوزارات، الجماعات المحلية، الهيئة العمومية، الهيئة الخاصة، وأنه القطاع الخاص اللي دائما ندافع عليه ب لم أقل بشراسة هو الدعامة الحقيقية لتنمية اقتصاد المعرفة، لأنه بدون أي تغذية للعملية الإنتاجية أو عملية تطوير المنتوجات أو عملية تبني التكنولوجيات تلقاه فقط الاقتصاد أو القطاع الخاص في الطالعة، وهذا لا ينفي تماما وجود قطاع عمومي حقيقي قادر على تنمية نفس الشيء وبطريقة سليمة. احنا هدفنا أنه القطاعين يشتغلوا بتناغم وكذلك تلاحمين كبيرين في ميدان تنمية هذه الوظائف وتغذيتها، وكذلك الدولة سوف تقوم حقيقة بتسهيل التحفيزات يكون فيها ريجيم انسيتاتيف لتنمية اقتصاد المعرفة في البلد، وأنه على كافة المتدخلين الاقتصاديين خصوصا على الأقل ولوج هذا الميدان وكذلك العمل على تطويره عن طريق مثلا تخصيص نسب من رقم الأعمال في وظيفة البحث والتنمية وتطوير المنتجات. على الأقل هذه هي في العالم تمشي بهذه الطريقة. الاقتصاد ما هو إلا تكنولوجيا ورأس مال. إذن حنا رانا معكم في هذا الإطار نشتغلوا يد في يد، ومن خلال التوصيات اللي راح تخرج بها الجلسات يمكن إعداد من بعد ورق طريق حقيقية ودي مود أوبيغاتوار بوغ لي سيكتور، وهذا ميدان يستدعي في الأصل وقت طويل، لكن لازم نبدأ العملية في أقرب وقت. عندنا كافة الكفاءات، عندنا كافة الموارد، عندنا سيستم دو ريشيرش، سيستم ناسيونال دو ديفلوبمون، ان ايكوسيستم بور لينوفاسيون، ونستغلوا كفاءتنا. اذا السادة الوزراء مشكورين ايضا على الحضور تاعهم، معروفين بقدرتهم ايضا باتجاههم نحو تنمية كل ما الافكار التي نطرحها على المستوى التفكير في السياسة العمومية الكبرى كالبحث العلمي وتطوير التكنولوجي، كتحسين أداء النظام التربوي، كتحسين أيضا نظام التشغيل وكذلك التكوين المهني والتمهين لدى المؤسسات إلى آخره. إذن كل هذه القطاعات متماسكة فيما بينها، وأن الاستراتيجيات لازم تخرج في هذا الإطار. ما نزيدش الإطالة عليكم، نطول عليكم أكثر. إذا نتمنى لكافة المدعوين والمشاركين خاصة الخبراء اللي راح يشتغلوا على مستوى الورشات المتعلقة بمختلف المواضيع اللي حددناها في هذا الإطار يشتغلوا بأريحية وكذلك بطريقة استكشافية، يعطيونا كل ما يدور حول الموضوع بتلقائية، لأنه les premières impressions qui sont déterminantes. كل واحد يعطينا بغض النظر على كل ما هو مشاكل في الواقع. قال واش لازم باش نقدروا نجسدوا هذا الاقتصاد المعرفة؟ واش لازم باش نقدروا ندعموا نظام كفاءة وتفكير؟ واش نقدروا وكيف نقدروا ننميوا نظام الوطني للإبداع؟ شكرا لكم، بارك الله فيكم، وأتمنى لكم النجاح في اليومين الدراسيين. شكرا لكم.